اليوم تغطية خاصة في أحد المراكز في وسط محافظة المثنى. كما تشاهدون التغطية قليلة جدا، وافد المواطنين حول مراكز الاختراع. ينضم معي المراقب الانتخابات الأستاذ حيدر العوادي. أهلا وسهلا بك معنا. حدثنا اليوم ما هي أسباب توافد الناس على الانتخابات قليلة جدا؟ للأسف الشديد حقيقة مراقبين شبكة عين منتشرين في عموم محافظة المثنى بالمراكز الانتخابية سجلوا المراقبين ضعف المشاركة قياسا بالسنوات السابقة، وخاصة في المناطق حقيقة بالقرى والأرياف والأقضية والنواحي. كنا نتمنى تكون هنالك المشاركة أوسع، لكن تعزو قسم من هذه الأسباب إلى فقدان الثقة بين المواطن والعملية الانتخابية، وكذلك عدم وجود مرشحين من بعض العشائر، وهذا مؤشر سلبي، حيث تم رصد عشيرتين في محافظة المثنى لم تشارك بالانتخابات رغم وجود بطاقة الناقب لديهم، إلا أن عزفهم كان بسبب عدم وجود من يمثلهم في المرشح في الانتخابات.